فهد من تبوك حياك الله، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يهديك ويرحم والديك جزاك الله خير. سم. سم الله، في واحد من الأخوات حلفت أنها ما تدق ولا ترسل على واحد من أخوانها عشان مشاكل عائلية، وهالحين لازم أرسل، تقول أنا حلفت. طيب. نعم، عليها كفارة يمين. يا أخي في ارتداد. طيب خلاص، باقي من أسئلك شيء فهد؟ لا بس كفارة يمين. طيب. كيف يعني يا شيخ؟ خلاص تسمع إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين أو أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام. شكرا يا فهد. يعني فكفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، أما التخيير فهو بين الثلاث، إما عتق رقبة إذا وجدها وكذا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كسوة عشرة مساكين، يخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم يجد واحدا منها فإنه يصوم ثلاثة أيام لقوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم.